وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن في يوم السبت لثلاث خلونا من شهر صفر لعام 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سأل كريم فاضل يسأل يقول: امرأة تزوجت وحالما وصلت بيت زوجها طلقها قبل أن يدخل بها، فهل لها من عدة؟ إذا كان الزوج أيها الكرام الفضلاء لم يدخل بالزوجة ولا خلا بها، يعني ما خلا بها في وقت الملك أو كذا أو قبل إيش أو قبل الدخول، يعني لم يدخل في غرفة مثلا بعد أن عقد عليها وأسدل عليهم ستار أو أغلق عليهم باب، إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة ولا خلا بها فما لها من عدة إذا طلقها؟ والدليل قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا إجماع بين أهل العلم، إذا عقد عقدا ولم يخلو ولم يطأها ثم طلق فليس عليها عدة، ولها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه لها، ليس عليها عدة. أما إذا مات عنها قبل الدخول فهنا عليها عدة الوفاة 4 أشهر و10، وهذا هو اختيار جمع من أهل العلم، واختيار الشيخ بن باز رحمة الله عليه. صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.